ماشي، كل واحد يشوف له صف. انت مين كاريك على ياض؟ مين؟ من عيلة المحمد. اخترت غلط يا ابن المحمدي. وابدا يتعلق على باب البلد عشان يبقى عبره للكل. المحمدي ما يطلعش من دوار واصل، ومرتك تاخدها على دوار اهلك وما تشوفش اهلها واصل. اعتبره حصل يا كبير. يلا معتصم. هو اللي بيحصل يا زكريا؟ دي اللي جابك بتاع الدوار. يلا يلا. عم سميح، العيال متجمعه بره، مش عاجبهم حبسك لامير من غير محاكمه. ما تخرجيش بعد كده الا لما اكون عارف. كنت خايف عليك يا زكريا. انت ما تخافيش عليا، انت تخافي على حاجه واحده بس، اللي في بطنك يا ناديه. وانا خاف عليكي لانك مهم عندي. هو اللي في بطني ده لو طلع هيعمل ايه من غيرك؟ هيعيش، هيعيش وهيكبر ويبقى كبير العطارين كمان، وانتي هتربيه احسن مننا كلنا. مفيش حد في الدنيا هيربي غيرك، وهيتربى كمان وسطنا. عارفة انا ساعات بحس ان اللي بيحصل لي ده حصل لي عشان اعرف مين معايا ومين عليا، مين كويس ومين وحش. خلينا احمد ربنا على حاجات كتير قوي، اولها انتي. انا كمان بحمد ربنا ان انت جنبي، وان انا ام ابنك اللي انت مستنيه. اصحيح نسيت اقولك، سيف العزازي كلمني وقال لي ان هو وصل البلد وجاي على هنا. انا وصلني انكم معترضين على حكم رب الدار، وعلشان انا ما بحكمش بالهوى زي ضعاف النفوس جيت اتكلم معاكم بالهداوه وافهمكم اللي ما فاهمينهوش. اتكلم يا ولدي. بس احنا اتربينا في الدار ده يا عم سميح على احترام العرف، وهنعيش بيه وهنموت بيه. ليه المساجين دول يستجنوا من غير محكمه، من غير ما نسمعهم كلنا زي ما تعودنا دايما؟ العرف يا ولدي انك بتحكم على العاصي والدليل في يدك وبتقدمه له وبتسمع رده، لكن الخاين اللي بيجي من ورا ظهرك متخفي زي الحربايه وما انتش عارف نواياه ايه بيبقى في حل من التنين. الحل الاول انك تتبع معاه نظام العرف وساعتها حلني، ويا تلحق تحكم يا ما تلحقش. والحل التاني ان خليه تحت يدي وقدام عيني لحد ما اعرف نواياه ايه، يا خبيثه يا طيبه، وانا رب الدار. ورايي ان الناس دي جايين بخبز وبغدر وبيعاملوكم زي العبيد، بيعاملوا ولاد الدار عبيد عيالي. بس المساجين دول فيهم بنت زين العطار اللي هو صاحب الدار وابونا الكبير اللي عشنا في خيره، ايه اللي يخليها تجيلنا بنوايا خبيثه؟ انت بتسال علشان تفهم ولا بتشكك في احكامي؟ عشان الحق يا عم سميح. الحق انك تقول سمعا وطاعه من غير ما تفكر، والحق كمان انك تترمي في الحبس اسبوع. تظالم يا سميح، وعمرنا ما عشنا عيشة العبودية اللي انت معايشها لنا دلوقتي دي غير بعد ما الشيخ سلامة مات. هنعملوا ايه؟ الشيخ سلامة ما يجص عليه الا الرحمة. ما هو لو كان رباكم زين ما كنتوش وصلتوا للي انتوا فيه. احنا لا نرضى بالظلم، يا نتسجن لا دي ولا دي. في حل تالت. عمار مدهم على رجليهم، هم واي حد يحصى امر رب الدار دي. ايه امر ربنا يا عمار؟ هنعترض عليه؟
تنفذ الأمر. حقك عليا يا ريس، حاولت اوصلك ومعرفتش. عارف حصل ده حصل ازاي يا ريس؟ مش مهم حصل ازاي، مهم اللي جاي. ما حبيتش اجيلك وايدي فاضيه، سليم قال لي اجيبهولك معايا. الحمد لله على سلامتك واسف بيها. الله يسلمك. اتفضل. اعتصم ده اخويا، عرفه بالرجالة. اتفضل يا سيدي. عايز امشي خلاص، مش قادره اقعد هنا اكتر من كده. حاضر يا ماما حاضر. الحمد لله الدكتور طمنا وقال انك تقدري تمشي بكره، بس اهم حاجه ارجوك وتوعديني قدام عم سليم انك تيجي تتابعي مع الدكتور لحد ما الحاله تستقر عشان خاطر يا ماما. حاضر، هعمل كل اللي انتوا عايزينه، بس سيبوني امشي، انا بقيت كويسه يا سليم خلاص. كلام ايه اللي بتقوليه ده بس يا جيهان؟ انت لازم تفضلي هنا، وجودك هنا احسن. وبعدين هتخرجي تروحي فين بره؟ يعني افضل قاعده هنا عاجزه مش عارفه اولادي فين؟ وهو يعني احنا اللي عاجزين ولا ايه؟ انت يا ستي تقعدي هنا معززه مكرمه، وكلها ايام وكل حاجه هترجع زي ما كانت. على فكره ماما، عم سليم بيتكلم صح. البقاء لله زكريا. معلش جت متاخره شويه. عادتك الباقي يا سيدي. هو ايه اللي بيحصل في البلد هنا؟ غريبة انك بتسأل، دي المعلومات كلها المفروض تيجي من عندك. استغفر الله العظيم، وما اوتيت من العلم الا قليلا. صدق الله العظيم. معلش يا زكريا، انا كنت مشغول يعني في موضوع في الفترة اللي فاتت دي. انا كان هيتضرب عليا النار هنا في بلدي، طلع من ظهري خاين وكان عايز يموتني. ما ده اللي خلاني اجي لك دلوقتي يا زكريا. التحريات الداخليه وصلت لمكانك هنا، وامر الضبط والاحضار واقف على امره اللواء محسن. يعني ثواني كده ممكن تلاقي الداخليه تقتحم البلد وبتجيبك. هم طبعا فاهمين الموضوع مش سهل، إن المواجهة هنا هتكون خطر قوي، فلازم يبقى في تجهيزات كتيرة يعني. بس معلومات العبد الفقير الله، يعني عرفت إن الداخلية خلاص اتحركت وقربت توصل، عشان كده أنا جايب لك عربية بره بأرقام دبلوماسية، ولازم تتحرك من هنا فورا. نادية واللي في بطنها هيجوا معايا. اللي أنت عاوزه يا زكريا. انا عارف ان الشيله هتبقى تقيله عليك يا عم عبد القادر، بس انت قدها وده حقك. ارجع لبيتك وبيت ابوك يا زكريا، كلنا في ظهرك، ما نسيش وقفتك معانا. انا ما عملتش حاجه، ده حق العطارين اللي في رقبتي. معتصم، حربي هيكون مكاني هنا لغاية ما تنفذوا اللي قلت عليه، وخليكوا جاهزين دايما مني على اشاره عشان تتحركوا. تلاش يا ريس، كل حاجه تحصل زي ما انت عايز. طمن يا زكريا بيه. زكريا، خلص الدنيا من شر عبد الله يا زكريا. عبد الله خلاص ما بقيش ليه كبير، لو فضل عايش ما بيننا هيموتنا كلنا. ادعيله ان ربنا يرحمه من اللي حعمله فيه. ما
التقرير ده غلط. انا ما اسمعش حضرتك. ثم انا حضرتك عارف ان ما ينفعش تبص على اي ورق من الورق ده. ورق ايه؟ بقول لك التقرير ده اتزور. ده انا هوديكم كلكم في داهيه. ما تقلقش يا زكريا. ولا حد شافك اصلا. طول ما الكل قابض والبطن مليانه لا حد بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم. الحمد لله على السلامة يا كبير العطارين. كبير كبير بوجودك يا كبير. طمنا على أمي. تعبانة قوي يا زكريا. اللي حصل الفترة اللي فاتت واضح إنه كان أكتر من احتمالها. أبقى أخش أطمن عليها. زكا سيف. زكا سليم بيه. تعالى أنا عايزك في كلمتين. اتفضل يا باشا. اتفضل. ازيك يا صالح؟ الحمد لله. أنا ما كنتش متخيل إن أنا في يوم من الأيام أقول لك كده. بس فعلا أنا مطمن طول ما أنت موجود في وسطينا يا كبير العطارين. أنا كبير طول ما أنت في ظهري يا صالح. أنت أثبتت إنك راجل. وخيبت الظن أبوك فيك الله يرحمه. في كلام كتير عايزين نقوله. هنتكلم. بس نرجع اللي لينا الأول. أنا أخش أشوف أمك. زكريا. استني يا هايدي بس هقول لك حاجة و... طمنيني عليك يا امي. بقيت كويسه لما شفتك. كنت خايفه اموت من غير ما اشوفك. بعد الشر ما تقوليش كده. انت كويسه؟ ليه تفيدها شويه دلع؟ يلا امي يلا امي عشان ترجعي بيتك. لو اعرف انت ناوي على ايه. رحمه ابويا. هدفع كل بني ادم اذى العيله دي التمن. كفايه دم بقى. تعبت من ريحه الموت. احنا عارفين من اول ان اللعبه دي كلها دم. وطول عمرنا بنتاجر فيه. ان الاوان اللي احنا كمان ندوقه. انت قالت لي على اللي انت كنت مخبيه. على قد ما كنت زعلانة منك إنك خبيت عليا، على قد ما أنا فرحانة إني أخيرا هشوف ابنك. هتشوفي ابني وابن ابني. هتشيلي عيالنا كلنا. بس ادعيلي لأن اللي جاي صعب أوي عليا يا أمي. ربنا يحمي. فارس مالك فيه ايه؟ مفيش حاجة يا سارة، مفيش حاجة. يعني بجمع حاجة في دماغي يعني، مفيش حاجة. اتفضل جمع. بعدين أنا مش عارفة إيه المكان العجيب اللي أنت جايبني فيه ده. كل مرة كده تجيبني مكان مفهوش روح، حاسة إن أنا عايزة أنام. الراحة تاجي يا سارة، الراحة تاجي هتاجي. المرة دي بالذات كان لازم ناجي مكان هادي. عشان عايز أقول كلام هادي. أنت ما تعرفيش الأغنية بتاعت في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي وأنا قاعدة مستنية فارس يجيب لي هدية. على فكرة أنت غريب قوي يا فارس. وبعدين مالك متشيك كده ليه؟ أنا حاسة كده زي ما تكون رايح انترفيو. فرح، عشاء، عمل. يعني تقدري تقولي جاي انترفيو فرح عشاء عمل. على فكرة يا فارس أنا بتكلم بجد. أنت بقالك فترة كده مش على بعضك، متلخبط كده. وأنت هتلخبطيني ليه؟ ما تسيبيني أقول الكلمتين اللي جاي أقولهم. اتفضل، أديني سكتت أهو. تتجوزيني؟
هو انت قلت ايه؟ قول تاني كده. انا قلت تتجوزيني الجواز اللي هو على سنة الله ورسوله. تتجوزيني يا سارة؟ ايه مالك اتفاجعتي كده ليه؟ ايه قلت لك بيخ بقول لك تتجوزيني؟ انا ما اتفاجعتش ولا حاجه، بس اصل ما هو ايه 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 بص، اصل انا مش عارفه دي من جمله. سارة انا بحبك والله العظيم، بحبك وبحبك قوي كمان، وعمري ما قلت لوحدك الكلام ده، كان قلبي ميت. وبصراحه انا مش محتاج افكر كتير في ان اتجوز واحده نجدت حياتي مرتين. المره الاولانيه لما خدتيني بالعربيه على المستشفى، والمره الثانيه لما خلتيني اشوف الدنيا بشكل تاني. ساره انا اول مره احس ان الدنيا في حاجات كتير حلوه قوي. ها قلتي صدقيني مش هتندم، انا بحبك وشريكي وهشيلك في عينيا التنين. بص يا ساره، انا اليومين الجايين دول عندي شغل يعني صعب قوي وواعر، ادعي لي بس الشغل ده يخلص على خير وحاجه اتجوزك على طول. ها قولي حاجه تريحني. هو ممكن تعزمني على الغدا الاول وانا اوعدك اني افكر؟ يا ابوي هتفضلي زي ما انت على طول جعانه. طب قولي طيب هتاكلي ايه؟ هتاكلي ايه؟ اطلبي سوشي. لا ما باكلش لحمه خنزير. طيب اطلبي حاجه سخنه الاول عشان انا حاسه ان انا توترت كده وتلكت. ليه؟ انا عايز اقول لك يعني ما تتوتريش وانا معاكي يعني يا ساره. طيب يا صوتش. انا اسفه. دي غبية ولا ايه؟ انا اسفه. انا اتسرعت ولا ايه؟ الف سلام عليك يا طنط، وان شاء الله تقومي بالف سلامه. ميرسي يا حبيبي، ميرسي على الورد الحلو، ولو اني واخده على خاطري منك ما كانش ينفع خالص تسيبنا في الوقت اللي انت سبتنا فيه ده وتبعد عننا. انا ما بعتش بمزاجي، كان غصب عني، دخلت في مرحله اكتئاب خصوصا بعد اللي حصل لنا وياسمين. بصراحه حسيت ان انا مش قادر ادافع عنها ولا اساعدها ولا حتى اساعد نفسي. انا عارفه من الاول انك لا حبيبنا ولا حابب حياتنا، وانك وافقت تبقى جزء من العيله دي عشان بتحب ياسمين. ده عندي كان كفايه. عشان كده لما ياسمين ترجع عايزاكوا تتجوزوا بسرعه وخدها وسافروا بعيد خالص عننا، عيشوا حياتكوا زي ما انتوا عايزين، المهم تبقوا مطمنين ومبسوطين. ان شاء الله يحصل كل اللي حضرتك قلت عليه، وهنسي ياسمين كل حاجه، بس مش هنبعد عنكم، احنا عيله. وزي ما عم زين الله يرحمه قال لي ان العيله بتقوي، وانا عايز استقوى بيكم. اطمني كل حاجه هتحصل ان شاء الله. بطمني عليك يا اياد، مش حد بيبعد عن عيلته. حاضر، اوعدك يا طنط، اوعدك. مع السلامه. انا عارف انك زعلانه مني. زعلانه منك؟ دي كلمه بسيطه قوي يا زكريا قدام اللي انا حاسه بيه ناحيتها. عارف انا كل اللي بطلبه منك انك تسامحيني، بس قبل ما تسامحيني عايزك تفكري انا ليه عملت كده. حط نفسك مكان يا زكريا مره واحده، مره واحده يا زكريا. انا طول الوقت كنت حاسه ان في بينك وبينها حاجه، بس بكذب نفسي. كل مره كنت بتكذب عليا بقول لا زكريا ما يعملش فيا كده، زكريا ما يقدرش يجرحني او يخوني، زكريا بيحبني. بس زكريا يعمل ايه؟ زكريا يتجوز عليا، زكريا يخلف من واحده غيري انا. زكريا كذاب، وكل اللي هيقوله دلوقتي كذب. غصب عني يا هايدي، كان غصب عني. انا خبيت عليكي وعلى اهلي انك ما بتخلفيش عشان ما يجبرونيش ان اتجوز عليكي. استحملت نظراتك ونظراتهم وكلام ابوكي وكلام اهلك،
واستحملت ان ابويا يموت قبل ما يشيل حفيده على دراعه. علشانك هايدي، علشانك. لو انت زعلانه اني اتجوزت ناديه فده ما يجيش حاجه جنب زعلي وقهرتي وكسرتي طول السنين اللي فاتت دي. وانا ذنبي ايه يا زكريا؟ انا ذنبي ايه انك تاخد قرار اناني بنتحاسب عليه دلوقتي؟ القرار ده كان لازم اخده عشان العيله دي تستمر. بناديه؟ ناديه دي تبقى ام ابني. عشان خاطري يا هايدي، حياه الحب اللي كان ما بيننا، سامحيني. وانا وعدك لما نرجع تاني زي ما كنا وكل اللي احنا فيه ده ينتهي انا هعمل لك كل اللي يريحك. تنسيش انك حب عمري. وايه المطلوب مني بقى يا سليم بيه؟ مش مطلوب منك حاجه، انا بس حبيت اتعرف على ابن اخويا واشكره على اللي عمله مع صالح. لو حاسبها ان انا ابقى ابن اخوك يبقى ملوش لازمه تشكرني على اللي عملته مع صالح. ده في الاخر اخويا برضه، بيقولوا ان فيها منك كتير، دم حامي زيك. بتقول الخلاصه؟ الخلاصه يا يحيى انك بتلعب مع الناس الغلط، وانا بحكم الدم اللي بينا عايز الحقك. قالها لي زين العطار زمان، المكتوب مكتوب. ما تخافش عليا يا سليم بيه. سليم العطار ما بيخافش، لا بيتخاف منه. انا هعتبر القعده دي قعده تعارف، واسيبك تفكر. افكر في ايه؟ في اللعبه الغلط اللي انت بتلعبها يا يحيى. ياد انت جواك كويس، بلاش بقى تضيع الفرصة منك تندم حيث لا ينفع الندم. أندم زي ما انت ندمت. مش عايزك تبقى متسرع في أحكامك يا يحيى، لسه بدري قوي على ما تعرفني. سلام. اللي انت بتطلبه ده مستحيل يا امير. يعني عايز نهربك ومفتاح الزنزانه مش مع حد غيري. يعني يوم ما تهرب سميح هينتقم مني انا، وانا بصراحه مش حمله. وانت مش هتهربني يا عزيز، انا ههرب من غير ما يبان انك ساعدتني. طب ازاي؟ الزنزانه ملهاش مخرج غير الباب والمفتاح معايا. ما انا ههرب من الباب يا عزيز. عارف نقطة السور ده؟ اه عارف. ركز معايا، بعد ما نعدي هنفترق. انا هاخد طريق قبلي، انت هتمشي 2 كيلو ناحيه الطريق الزراعي، تاخد اي حاجه راح بحر. اهم حاجه الوقت، سميح ما يعرف ان احنا هربنا يبعت رجاله ورانا. حاول نصلحها. وطي صوتك، وطي صوتك يا اسمعونا. رجلي وطي صوتك. اه رجلي. وطي صوتك. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ طب امشي انت، امشي امشي يا امير. اه انا مش هقدر اتحرك. مش هينفع اسيبك دلوقتي. امشي انت بس، امشي وروح لحسن، انا مش هقدر اتحرك من هنا. روح واقنعه ان هو يرجع. امشي يا انا هعمل ايه؟ طب خلي بالك منها. ما تخافش امشي. خليه يرجع لك. اه سلامتك يا استاذه. طب هتعرفي تمشي عليها؟ مش عارف. مش قادر اتحرك، مش قادر. احنا كده هنتمت. امير فين؟ ما اعرفش. هاتوا يا امير. ما تقلقش يا سليم بيه، انا مش هجيب زكريا عشان اسلمه. زكريا راكب عربيه دبلوماسيه، هو الرجال اللي معاه، محدش هياخد باله. زكريا لازم يخلص كل حساباته. بس الاهم من كده ان انت تخلص لنا موضوع براءته، مش ابن العطارين اللي هيمشي مستخبي كده. عرفت النهارده ان تقرير الطب الشرعي اتزور.
وطبعا محسن عمره ما يساعدنا اننا نلاقي التقرير الاصلي اللي بيقول ان زكريا مش هو اللي قتل الضابط. محسن طول عمره نفسه العطارين يقعوا وما هيصدق تيجي له مقشره. الا اذا ايه؟ الا اذا حصلت معجزه. 100 مره قلت لك يا فتحي يا رايق ما تفصلنيش وانا بتكلم في شغل. اروح؟ لا اقعد، بس من فضلك ما تفصلناش. كمل يا سيف بيه. الا اذا يعني سعادتك استخدمت الكارت اللي كان بيستخدمه زين بيه طول السنين اللي فاتت. انت قصدك المنتجعات السياحيه؟ وانت كل ده ولسه فاكر؟ قلبك اسود قوي يا سيف. اعوذ بالله من سواد القلب. قلبنا ابيض بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بعدين زي ما بيقولوا كده، ربنا سبحانه وتعالى مسبب الاسباب، ويمكن يكون الملف متشال طول السنين دي كلها عشان اللحظه دي. بس الملف ده مش هينفع نتحصل عليه بالساهل كده، ده عايز تكتكه بنت عفاريت. طب والملف ده فين يعني؟ في الحفظ والصون. شد حيلك انت بس يا سليم بيه، وهات لنا الكارت ده. الكارت ده هو اللي هيمشي الدنيا زي ما انت عايز. المهم تقدم المشيئه وكله هيتم بعون الله ان شاء الله. استنى عندك، راح فين؟ زكريا بيه؟ قال لي عم مش حد هيطلع لي فوق. مفتاح ايه اللي اخده من عبد الله يا سلمى؟ ده يموتني فيها. ساعديني يا عيشة والنبي، ده مش عشاني، ده عشان خاطر عم سليم. بصي، هو أول ما يخرج من الأوضة أنت هتاخدي نسخة من المفتاح من غير ما ياخد باله. هتحطي نسخة شبهها بالظبط، نص ساعة بالكتير، هروح أجيب حاجة من الأوضة وأرجعهولك تاني والله العظيم. لا يا سلمى، لا أنا خايفة. أنا أصلاً ما بقعدش في الأوضة دي طول ما هو موجود. لو شافني هيحس إن في حاجة غلط. خلاص يا عيشة أنا هتصرف. ما تزعليش مني يا سلمى، بس أنا هيكون باين عليا إني بعمل حاجة غلط. أقول لك؟ في حد ممكن يساعدنا ومحدش هياخد باله منه ابدا. مين؟ تاني مره ما تبيش تخطي عليا قوي كده، اديني خفيت وبقيت كويسه وشويه وهنمشي اهو. طول عمرك قويه طنط جيهين. الله يرحمها مامتك كانت دايما تقول عليا كده. انت فاكره ان مامتك كانت بتغير عليكي مني وانت صغيره؟ طبعا فاكره، عشان دايما كنت قاعده جنبك وبحبك. الله يرحمها. الله يرحمها، لما ماتت انت جيتيلي جري وقعدتي تعيطي في حضني وانا طبطب عليكي لغايه ما نمتي. كنت صغيره قوي، ومن ساعتها وانا واخداكي في حضني. الله يرحمها. وكل ما الدنيا تضيق بيكي خشي في حضني وتطمني، مش كده؟ تعالي تعالي. فاكرة إن عمي جزين اتجوز عليا، مش كده؟ كان عنده سبب، بس برضه فضلت زعلانة قوي وما قدرتش أسامحه. أنا عارفة قد إيه بيبقى صعب لما الست بتكتشف إن جوزها متجوز عليها. وعملت إيه؟ الربي مشيت ورا قلبي. ماما، العربية وصلت تحت. أنا قلت لهم محدش يفتح المكتب إلا لما ترجع. ليه؟
هو انت كنت عارف ان انا ممكن ارجع تاني؟ ما شكتش لحظه واحده انك مش ممكن ترجع. ليه يا عم شحاته؟ ليه؟ ليه ايه يا ابني؟ ليه ما بتبصليش في عيني وانت بتقول لي كلمه يا ابني زي ما كنت بتعمل طول عمرك؟ بعتني لهاشم الذهبي ليه؟ هاشم الذهبي ما بعتكش، ما اقدرش. تلاتة اللي كانوا عارفين بتحركات العملية، تلاتة، واحد فداني بروحه والتاني كان حيفدى اخويا صالح بروحه، والتالت انت. ابوك زين العطار الله يرحمه كان دايما يقول الحاجات ما بتبانش على نيتها، وانا عمري نيتي ما كانت شر من ناحيتك. ابويا زين العطار الله يرحمه قال ان تمن الخيانه الموت، بس اكيد لما قال الجمله دي ما كانش يعرف ولا يتوقع ان اللي هيخون هو انت. مش عايز اشوف وشك هنا تاني، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. عاش يا ضوي. بس بقول لك ايه، احنا عايزين نزودوا السلاح للرجاله. انا عايز كل راجل منيهم يكون تحتيه مش اقل من سلاحين زياده او خمس شرايط طلق على الاقل. يا رجاله، اي حد يقرب من القصر من غير ما يكون متبلغ انه جاي ينضرب بالنار، واللي منكم هيجيب لي راس ليه مني عشر بواكي. مفهوم الكلام ده يا رجاله؟ مفهوم على بركة الله. بس اللي قلت لي عليه مش موجود دلوك. صرف دلوك يا ضوي بالموجود، وبعدين انا داخل دلوك لعبد الله بيه، والموضوع ده بعون الله محلول. يعني ايه الكلام ده يا هاشم بيه؟ اسمعني يا هاشم بيه، انا مش عايز اظهر عشان تقول لي الصح ايه والغلط ايه. انا فكرت وقررت ونفذت، ولا هشوفه صح هو اللي هعمله. انا عبد الله العطار كبير العطارين، واللي هيكبر حد عليا هخلص منيه. اظن فهمني يا هاشم بيه. سلام. بتدوري على ايه يا ام؟ اهدى اطلع انت. دول بدور على اللي بدور عليه بنت بطني، بدور على نفسي. وانتي اللي مصحيك لدلوك؟ اللي مصحيني هو اللي مصحيكي يا ام. لا 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 لا، صعب يا حبيبتي. عديني، يلا روحي نامي. ايه يا عم سليم، انا في الاوضه اهو. بصي بقى على ايدك الشمال هتلاقي خزنه كبيره، خزنه حديد خضراء. اه شفتها. روحي افتحيها. يا عم سليم خلاص لقيته.